يختارون يا مريم مساحات حوارية مهمة جدا. بالفعل هذه بتشاغل المستمعين اللي يقدمون المساحات اللي قاعدت برومو على طرح الواي انجزحت مؤسسة. أنا فيكم الله بصراحة موضوعكم هذا حساس وايد وايد. كمان توصل صراحة من برنامج كان أرجوياتك خلصوها بجروب أول شيء بشكر الأحلى قبل الإخبار. واتكم الجميلة. الله لا يحرمنا من أصواتكم بالواحد. برنامجكم اليومي الصباحي مرحب. صباحت الله بالخير خيتي مريم، والعطاء يعني والمحبة اللي ما لها حدود أكيد يعني بين الناس وبين بعضها البعض يمكن تظهر أكثر في هذه الأزمة في هذه الشدة، وجميل جدا نحن